وقتي بيخلص، اروح لدكتور عمرو عوض الله في كاليفورنيا. دكتور عمرو، انت كمان قلت انك هتستثمر في ريسيتي، اتكلمتوا وصلتوا لايه؟ وقول لي كلمات اخيره عن الحلقتين الاولانيين من البرنامج. رسيتي احنا اتقابلنا وان شاء الله انا هستثمر فيهم نص مليون جنيه الاستثمار واو بتاعي. هم محتاجين 2.5، فاحنا محتاجين كمان 2 مليون. فلو في اي مستثمرين تاني عجمعهم فكره رسيتي يا ريت يكلموهم. ومن ناحيه البرنامج، برنامج جميل طبعا. انا حاسس ان هو يخلي في ناس كتير في مصر عندها طموح انها تعمل حاجه زي كده. وشكري لفريق العمل الكبير، احنا بس يعني الناس شايفانا احنا لجنه تحكيم وحضرتك ده فيها فريق عمل، احنا طبعا شفناهم يعني اكثر طبعا. من 100 واحد بيخلوا البرنامج ده، فشكرا لهم كلهم. شكرا دكتور عمرو عوض الله.